نزال اليوم حيكون نزال بين بلبل خادم متوهج صاحب نمط الدفاع ضد بلبل زعيم الوقت صاحب نمط التوازن. اللاعب جميل حلو ضد اللاعب كروان. فيلا نبدأ بالنزال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم بليت ونزال بين بلبل خادم متوهج ضد بلبل زعيم الوقت. بلبل من نمط التوازن وبلبل من نمط الدفاع. اللاعب جميل حلو ضد اللاعب كروان. فيلا نبدأ في النزال. بس قبل نبدأ في النزال شباب، تحدي اليوم ان نوصل هذا المقطع لكم لايك كم لايك كم لايك لألف لايك في اسرع وقت ممكن. فخلينا نشوف هل حتقدروا. لا لا، ألف لايك يوصلوها عبد القادر، خليها 2500، يعني 2500 لايك. فخلينا نشوف هل حتقدروا توصلوا هذا العدد من اللايكات او لا. والحين نبدأ بالجولة الاولى. تعال صح الجولة. زعيم الوقت مو متوازن. فثلاث أحمر. اللي هو يعني هجوم. إعادة الأخيرة. إذا ما رحت يعني ما أعرف. مو متوازن يعني تقول دفاعي بس هجوم. تلاقوه في النص لكنه هو أصلاً هجوم. فخليها نشوف مين حيفوز. كيف الفائز هو بلبل خادم المتوهج وحصف الخادم. فخليه دفاعي بالكامل. حط المثال هذا مفروض انه يكون سريع مرتفع. لا ما توقف. اوكي لا كويس، ضربات كويسه فما حتتابع. فالفائز هو خادم متوهج مره ثانيه. الحين خلينا بلبل ككل شباب يكون هجوم، يعني اللاير والدرايفر. نبدا بهجوم كامل يلا. كروان قرر انه يهاجم. هجومي وغير متوازن، المفروض انه يكون في داس، المفروض شباب. ترى راح اسوي لكم حركة دحين صارت في نفس الانمي ومتأكد انها تعجبكم. يلا دحين اعطيني قاز اطلاق. اوكي اول شي حنحول نمط الدفاع ونرجع له. كيف خلينا نشوف مين حيفوز. ممتاز ضبطت الحركة ولا لا؟ كيف فازوا خادم؟ طيب دحين نلعب آخر جولة قبل عكس القطع. أخيرا في بيس في المقطع شباب. فدحين خلينا نعكس القطع قدامكم. هذا القطع وأنا هاخذ الخادم بالكامل. كيف؟ فحيصير عندي الزعيم المتوهج. فالقطع كم بس من هذول الثاني شباب عشان نزال ممل تكون مرة. كيف اقسم عليكم شوية اللي فازوا بلبل الخادم او زعيم الوقت. ودحين نخلي الخادم هجومي. طبعا احنا ما نخلي الخادم هجومي. مهجوم. كيف الحين خادم هجوم يلا. خلينا نتصل عليكم شوية. كيف اقسم عليكم شوية والفائز هو الخادم. ودحين نلعب البلابل بدون ديسك. فيلا بدون ديسك. واو ضربة خرج نلعب كمان جولة. طبعا من ضربة اختل توازن وخرج زعيم الوقت. نمط خارج بعد النمط. كيف فالفاز الخادم. ودحين نخلي زعيم الوقت بالنمط الهجومي. ثلاثة هذا متوهج بالدرايفر يفوز على اغلب البلابل شباب. نرجع زعيم الوقت للنمط الدفاعي. كذا زعيم الوقت فاز. اعتقد عبد الرحمن عشان الرمان بشوية يعني زيادة. واو نرجع الديسكات بس نخلي كل واحد بديسك مختلف ولكن بنفس الدرايفر. فيلا خلينا نشوف ايش كيف الحركة. ثلاث احمر خالد الضباط ما قاعد تأثر شباب ولا شيء. اوكي فالفاز بلبل زعيم الوقت. ونرجع الحين كل بلبل نلعب النزال الختامي. حخلي كل شيء في البلبل هجومي عشان يعني يصير فيه شوية حماس. فالنزال الختامي.
هذا اللي عندنا لازم الاشراب الشام واكتبوا بالكومنتات ايش رايكم في نزال اليوم، هل عجبكم او يعني النزال كان ممل، تبغون تسمعوا في النزالات هذه او لا. فوصلنا الختام، لا ما ينفع سلام.